خادم وكاين اقسام ثانيه باش نبسط الامور. المربين المتخصصين اليوم راح تكون هناك ورشه او تكون هناك ندوه فكريه. اذا جمال هذه الورشة التي ينظمها المسرح الجهوي أحمد بن مزيد لولاية الجلفة بالتعاون مع مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجلفة، وهي أول تجربة في الجزائر لتجمع بين مؤسسة من وزارة الثقافة ومؤسسة من وزارة التضامن. الهدف من هذا هو الوصول إلى فئة مهمة جدا، فئة حاضرة في 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 الجزائر، حاضرة في المراكز، حاضرة في بيوتنا، هي فكرة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. فنعتقد أنه المسرح كوسيلة من وسائل التطهير، الوسيلة من وسائل المرافقة، اعتبرها يعني فئة ذو إرادة قوية، خاصة أن تتعامل مع في ميدان هو المسرح أبو الفنون. كي نقول احنا أبو الفنون، احنا الناس مثلا المسرح يشوفوه إلا للتسلية وللترفيه، ولكن هو وسيلة علاجية، يقدر يكون وسيلة علاجية أو عيادة خاصة لتكسير الروتين اليومي عند المعاق.